قول. كلام يعني طيب اهو عجبني. هو راجل برضو قال حاجة حلوة قوي، إن هذا راجل يمثلني، بمعنى أنا راجل شرقي، هو راجل شرقي، وفي غيرنا كتير قوي من المشاهدين ناس شرقية. في الفترة الأخيرة السوشيال ميديا غيرت كتير قوي من أفكارنا، صح، فبقينا الست تتفتح، وده حاجة حلوة إنها تتفتح، بس تتفتحي في الإيجابيات اللي تفيد بيه مجتمعك وأسرتك وزوجك. مش عيب. فبالتالي أنا لما بشوف حاجة وحشة، أو حضراتكم ممكن ستات معايا برضو ممكن اعرفش يتفقوا ولا لا، الهوانم بتشوفوا صور وحشه البنات وحشه، او لبس ملفت بزياده مع العمليات بزياده، فالشكل بقى ملفت بزياده، فبتقولي لا يعني ما انت بتبص على ايه، بتتفرج على ايه، ومركز فيها ليه. فبالتالي اصبح ان الشكل الاكستريم ده عند الراجل ملفت، فلما بيخاف على الجسم اللي هو قرر انه يخليها ملكه في بيته ويتجوزها، في الاخر لما الراجل بيجي يتكلم ويعترض على الحاجه دي بترجع انت متزمد ورجعي ومتحكم وقديم ومتسلط وذكوري. لا 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 لا، بص بص بص، المسألة معدية كل التفاصيل الصغيرة دي، وواصلة معاك لمرحلة انك قلت في مرة من المرات انا بجيب فرح وبجيب بشبكة وبجيب وبجيب وبجيب، وانت بتجيبي ايه؟ بتصلي استخارة؟ ده انت المفروض يا بطة يا قطة تسجدي شكر لنا في حياتك. طبعا. مين دي اللي تسجد شكر لنا في حياتك؟ حضرتك عارف جوازتك هنا شكلها ايه مقارنة بجوازات الجيران اللي حواليك؟ معلش معلش، اسجد شكر ليه ان حضرتك في حياتي؟ انا بجهز في الشقه. لا لا لا، انت بتقول انت واخده سيد الرجال. انت سيد الرجاله؟ سيد الرجاله دي انا اللي اقولها، مش انت اللي تقررها. لا لا لا، انا اللي اقولها بعد ما اعاشر واعرف قدامي اذا كان سيد الرجاله ولا لا. واخده راجل عربي يا سعدها يا هناها. يا سعيد الفاضل، يا سعيد الفاضل. هو ايه سيد الرجاله دي؟ الست اللي تقيمها. معلش، انت بتقول ان الراجل بيصرف ويعمل ويعمل ويعمل، وانت ما بتعمليش غير صلاه الاستخاره. حضرتك ما تعرفش ان الست بتجهز دلوقتي نص البيت لا تقريبا، لا او لا اكتر من نص. الله، يعني مش مش وايه يعني انت حصرت مشاركه يعني. نعم، انا هريحك في الحته دي. انا بصراحه شايف ان الراجل المفروض يشيل الموضوع من الباب الاول للاخر. حلو، بس هي الفكره كلها تيجي الست في الاخر تقول لك انا هصلي استخاره هشوف انا هقبل بيه ولا لا. تحققها؟ لا يا ماما، انت تسجدي شكر. اسجد شكر ليه؟ 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 بعد اذنك ثانيه واحده. هو ده يا جماعه اللي بتعمل مشاكل كتير قوي في مجتمعنا. انا بكلم بجد بجد بجد، الاتيتيود، الدخله نفسها. يعني احنا بننشر ساعات عشان احنا عايزين نعمل بالونه كده، اتيتيود لنظره الراجل للست وست الراجل سيء جدا جدا. ازاي اصلا الراجل الست اللي هتكون شرفه وعرضه وام عياله، الست اللي هتكون معاه الشيكه في الحياه كلها، يبص لها النظره دي؟ انا اول مره في حاجه زي كده ما انفعلش، بس اكون مستاءه. نطلع مستاءة؟ الله. جدا الله. لا اطلع بقى، فاصل بعد الكلمتين الحلوين. جدا مع الاسف.